يعد التلفزيون من أهم الوسائل الإعلامية ذات الأثر المباشر في إيصال الرسالة الإعلامية وصناعة توجهات المجتمعات، نظراً لقدرته الآنية والمباشرة في الوصول إلى قطاعات وشرائح عديدة داخل المجتمع. من أجل ذلك نشر معهد البحرين للتنمية السياسية كتاباً تمحور حول دور التلفزيون في ترتيب أولويات القضايا السياسية لدى الجمهور البحريني. وللمزيد من التفاصيل حول هوية الكتاب في سياق تقريرنا التالي.